كل حد فيكم كده يحكي لنا عن مشروعه وفكرته. هبدأ معاك يا شيماء، احكي لنا فكرة المشروع وليه تم اختيارك ضمن هذه المبادرة. مساء الخير. احنا كنا رائدة، هي مبادرة مجتمعية بدأنا تقريبا من 2018. بدأنا تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، مجموعة متطوعات. حسينا ان التعليم الفني كمنهج من الحاجات المهمة جدا جدا ان احنا نحس بقيمتها. البنات اللي بتدرس التعليم الفني مهم ان هم يحسوا بقيمة الدراسة دي، لانه حتى لو مش هتشتغلي بيها، لو مش هتكون مصدر اكل عيش ليكي، بس هي بتساعد ان البنت تكون البيت في اكتفاء ذاتي اقل ما فيها. وخصوصا في الصعيد، ان البنات لما بيدخلوا مدارس التعليم الفني بيبقى جزء منهم يا اما اجبار، الاهل مش قادرين يدفعوا مصاريف دراسة ثانوية عامة، او حاسه يعني بقله الحيله شويه. طب انت من خلال المبادره قلت لهم ايه جديد عن التعليم الفني؟ احنا كنا بنلعب ونهيص وشويه بشويه بنحكي حاجات صغيره كده، ونروح نرفلكت على ان دي كانت موجوده في الدرس الفلاني ودي موجوده في الدرس العلاني. حاجات حتى بنعملها في المطبخ، حاجات بنعملها لما بتنزلي السوق وانت بتشتري او انت بتعملي شغل، ونرجع لها بعد كده نلاقيها في المنهج الفلاني والمادة العلانية. فهم شوية بشوية حسوا بالموضوع ده، حسوا بقيمة اللي بيدرسوه. ودي عبارة عن رحلة، يعني برنامج تدريبي لمدة 6 شهور، توعية ثم تدريب ثم تأهيل. بنهاية الرحلة بيبقى في 3 طرق البنت بتدخلهم، يا إما حابة تعمل مشروع خاص بيها، أو إن هي حابة تشتغل في وظيفة، فأوكي بندور على وظيفة مناسبة، أو فريلانس. وحتى اللي هي بتحلم ان هي تكون بيت واسره بتبقى عندها من الوعي الكافي ان هي تعمل اسره، تختار من البدايه شريك حياتها بشكل واعي.